مرحبا، رجعت لكم فيديو جديد، فيديو لياقة الجسم. إن شاء الله يعجبكم، وأتمنى الكل ينفذ التمارين. الكل ينفذ التمارين، بما أنك قاعد في البيت وما في طلعة وما في دخلة، وعم تاكل من هالأكلات والطبخات وهالمناسف وهالمقلوبات والأكلات السعودية الطيبة، فبدل ما تقعد وتفنش، تقعد وتصير ناصح، لا، استفيد من الحركات. ربع ساعة، 10 دقايق في البيت كل يوم، بتفيد صحتك، بتضل صحتك مناسبة لإلك، ما تاكل همها، حتى لو أكلت بتعرف كيف تحرق الأكل اللي أكلته، تمام؟ بتمنى يعجبكم الفيديو. أرفع إيدي فوق بهالشكل، أرفع كعب رجلي واحد وأنزل، أنزل مرة يسار مرة يمين، أرجع واحد وأنزل مرة يسار مرة يمين، واحد انزل مرة يسار مرة يمين، تمام؟ هذا التمرين 10 مرات بدك تعمله، او اختي الكريمة انت بدك تشتغليه 10 مرات. ارجع اعيد، ارفع وانزل، بعدين انزل، خواصر يمين خواصر يسار، اوكي؟ هلا هون دائما تمرين هذا الخواصر جدا مفيد، خواصر مع البطن جدا مفيد للي ما بيقدر ينط، ما بيقدر حركته شوية تقيلة، الناصح نوعا ما صعب الحركة عليه كتير، صعب انه ينط يحرك جسمه، بيعوضهم بالحركات التانية هاي اللي عم اعطيك اياها هلا. 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام؟ خلصنا. هلا هون اجري اليمين ورا واجري اليسار قدام، تمام؟ هون نفس الشيء، واحد ارجع مكاني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هي بطن عم نص، كوعين اثنين وارجع وارجع، لازم اخطي بطني بهالشكل، بعدين ابدل اجري اليسار ورا، ايديك كنتين ورا راسي بهالشكل، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام؟ هيك بنكون حركنا شوي بطننا مع إجرينا. أهم شيء إنه الواحد يحرك إجريه مشان ما يوجعوه مفاصل ركبه، مفاصل إجريه، ظهره، لازم يكون في دائما حركة، بس حركة بالمعقول. ما بينفع أعمل تمرين فيه نط كتير وفيه تقوية كتيرة تأذي حالك، مفهوم؟ التمارين الخفيفة. هلا هون اجري واقف عادي، ايدي هون بحرك، اللي ما بيقدر ينط هذا التمرين، اللي ما بيقدر ينط، اللي عنده الام في ظهره اسفل الظهر، اللي عنده الام بمفاصل رجليه، تمام؟ اللي وزنه زايد صعب ينط، بيعوض بهالتمرين. واحد، تحريك الجسم، 3 4 5 6 7 8 9 10، اجري الثاني مع ايدي الثاني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حلو لهون؟ هون في صعوبة، أتمنى يكون ما في صعوبة لأنه تمارين سهلة وبسيطة. هلا هون نرجع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، خلصنا. أرجع بهالشكل، هون 1 2 3 4 5، أبدل إجري، 1 بهدوء، 2 3، مشان تحريك المفاصل بيضلوا مكانهم جامدين، 4 5، كله تمرين بهدوء. أرجع هون، أنزل بهدوء شويش وأطلع، 2 أنزل ظهري مستقيم وأطلع، 3 تمرين للظهر والإجرين، أطلع، 4 أطلع، 5 أطلع، تمام؟ خلصنا. هلا هون حط ايدي على الحيط بهالشكل، ايدي الثاني هون براحتي، 1 2 3 4 5، اجي الثاني مع ايدي الثانية، 1 2 3 4 5، مفهوم؟ خلصنا. ايدي الثانية على الحيط،
اجري اليسار قدام، دور، واحد، اثنين، ثلاثة مستقيمة، أربعة، خمسة، اجري الثاني اليمين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تمام؟ خلصنا البرك الثاني. هلا الثالث، ايدي هون بهالشكل، يمين على الحيط، ايدي اليسار فوق، اجري اليمين الخلف بهالشكل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كملنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تمام؟ خلصنا الحركات اللي فوق نوعا ما فيها حركة. هلا ننزل تحت بهالشكل، اجري اليسار كمان خمس مرات، أربعة، خمسة، عكس، يمين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، اجري اليسار مستقيمة، ارفع للأعلى، ثلاثة، أربعة، خمسة، بدلنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ريح شوي، هون بطن سحب، أنا هون بهالشكل سطح الأرض، أسحب اليسار أرجعها مكانها، أسحب اليمين أرجعها مكانها، أسحب أرجع، أسحب أرجع. التمرين هذا جدا ضروري ومهم للبطن والجرين، أسحب أرجع، أسحب أرجع، احتمل 10 مرات بعدين تتم مع بعض، أسحب أنزل، أسحب أنزل، أسحب أنزل، كمان 10 مرات بعدين بريحهم بهالشكل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، بعدين أعمل إجراء لقدام، أنزل بهالشكل، أريح جسمي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، تمام؟ هيك بنكون عملنا حركات حلوة مفيدة بسيطة، ما فيها تعب، ما فيها جهد أبدا، بالعكس فيها حرق، فيها إفادة للشغلات الأساسية، للأجزاء الأساسية من الجسم، إيدي، ظهري، خواصري، بطني، أردافي، والبطن آخر شيء، تمام؟ بتمنى الكل يستفيد، وبتمنى الكل ينشر الفيديوهات لأكبر عدد ناس عشان يستفيدوا منه، عشان يستفيدوا من التمارين. في ناس كثيرة في البيت قاعدة بس ما بتتمرن، ما بتطلع، ما بتدخل، قاعدة في البيت. لا، استفيد 5 دقائق 10 دقائق من وقتك في التمارين هاي، انت الكسبان. تحس حالك نشيط، تحس حالك عم تتنشط، تحس حالك صار في عندك حركة، جسمك صار أحسن. ودائما الرياضة صحة للجسم، يعني معروفة. ولا تكتروا أكل في البيت، ولا جاي شهر رمضان وكل عام وانتم بخير، لا تقلوا أكل كتير، كلوا على وجبات متقطعة، تمام؟ وكتروا من السلطات، كلوا تمر كتير، شربوا مي كتير، كله بيفيد لتنزيل الوزن وللياقة الجسم والإضافة للتمارين هاي، تمام؟ ولا تنسى المتابعة والاشتراك بالقناة، وخليكم بالبيت لضمان صحتكم وعافيتكم، وإن شاء الله تشوفوني بفيديو جديد.